المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم، والذي نبدأه بمرسوم الرئاسي وقع عليه رئيس الجمهورية جديد بيدنو، وقرأته الأمين العام للحكومة السيدة آسيا أبو. المرسوم ينص على تعيين السيد جبير يونس وزيرا لوزارة الشباب والرياضة والترفيه خلفا للوزير السابق محمد صالح هارون. اختتمت مساء أمس بدولة النيجر أعمال قمة مجموعة السلف، وتم خلال القمة مناقشة القضايا العالقة التي تتعلق بتقدم دول الساحل. وكان رئيس الجمهورية جديد بيدنو شارك بجانب نظرائه من قادة الدول الأعضاء في السلف. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. نيامي أصمت جمهورية النيجر استضافت في الفترة من السادس حتى السابع من الشهر الحالي قمتين، قمة تجمع دول الساحل الخمس وقمة منظمة السلس، بحضور الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ومحمد والد عبد العزيز الرئيس الموريتاني ويوسف محمد رئيس جمهورية النيجر وروكا بوري رئيس بوركينا فاسو وفخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو رئيس جمهورية تشاد وماكي سال رئيس دولة السنغال ورئيس الوزراء بدولة توغو ممثلا للرئيس، وبحضور عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي الدول الصديقة والشقيقة لدول إفريقيا الساحلية. قمة تجمع اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة الجفاف والتصخر في الساحل هي الأخرى شهدت جلسة مغلقة لرؤساء الدول والحكومات بمنظمة السلس لدراسة الملفات التي يجب التركيز عليها وإيجاد حلول لها بهدف تقوية التعاون بين الدول وتوفير الخدمات اللازمة لسكان السلس الذي يواجه مشاكل كبيرة من نقص في المياه والطرق والتنمية والحركة التجارية والزراعة. رغم هذه الصعوبات أكدوا رؤساء الدول دعمهم لمنظمة السلس، وذلك من خلال التعاون بين الشركاء الدوليين المعنيين بتنمية الدول الساحلية. وبعد الجلسة المغلقة لقمة منظمة السلس خرجوا رؤساء الدول الأعضاء ببيان ختامي للقمة. متابعة خطط قمة منظمة السلس ومجلس الوزراء بالمنظمة الذي أقد بنواكشوط العاصمة الموريتانية عام 2017 المتعلق بدعم منظمة السلس دفع المؤخرات المالية للدول الأعضاء. كما قرروا رؤساء الدول انضمام دولة السودان إلى منظمة السلس وتقوية سياسة الدول المتعلقة بنهضة وتقدم دول السلس وتقوية التعاون بين تجمع دول غرب إفريقيا والتجمع الاقتصادي النقدي لدول إفريقيا المركزية ودول مجموعة الساحل الخمس مع المجموعة الاقتصادية النقدية لدول غرب إفريقيا والتنسيق معا من أجل إفريقيا آلية ومزدهرة. وأخيرا شكروا رؤساء الدول والحكومات للجنة الدائمة لمكافحة الجفاف والتصخر بالساحل سيلس الرئيس الدوري السابق للمنظمة إبراهيم بوبكر كيتا على العمل الجميل الذي قدمه لسكان دول السيلس، وتمنوا للرئيس الدوري الجديد للمنظمة الرئيس البوركيني روكا بوري المزيد من التقدم والازدهار والنهوض بمنظمة السلس إلى الأمام. أكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية بول مانغا بأن الشرطة الوطنية لم تسجل أي حالة بخصوص خميس الغضب الذي دعت إليه بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، جاء ذلك لعدم خروج المواطنين للتظاهر. المظاهرة مش لغة تقول ترى وهي ما بكان خميس أنا قدر، لكن في الكوتين الشرطة الوطنية نقول خميس أنا فرح، نقول في فرح أنا شنو؟ عشان الأمال ماشوا قديم نورمال، التجار كل ماشوا سوق ولا شنو كل ماشي كويس، شغل واي يواسف كي إننا المظاهرة ده ما في، لكن في الهلال ويدين زي البناء والمرسال لقينا 12 كربنا 12 جماعة دول وايدين ماشيين في الشوارع بالبانديرول دونك ما جماعة كتر وايدين تلقاهم ثلاثة ولا أربعة، وفي ده نقول نطلب من المواطنين قليل يفخروا الهلال في المشكلات نتشاد دي مال في الشارع الهون غايت سكتمتا وكان شنو كلها أي ما شنو كلها عندنا دليل دونك الشارع مال هلال ولا الشباب والشباب يكونوا واقعين خلي ناس يتشاجوم ويمرقوا في الشارع ولا هم الاورجنايزاتور ولا تشوفهم ولا شنو دونك يدخلوا خلي يكون واي خلي يشيل مسؤوليته الحكومه كان شارات قرار ده
هي ستة بتاكل. عقد القادة الدينيين اجتماعا مع قادة النقابات العمالية المركزية، وذلك ببورصة العمل، وهي اتحاد نقابات جاد والكوثر الحرة للعمال التاليين، حيث دار الاجتماع حول المواضيع الراهنة التي تعيشها البلاد والمقترحات المقدمة من قبل النقابات العمالية والحكومة لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي ألقت بظلالها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. وعقب الاجتماع صرح كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الكونفدرالية الحرة للعمال التاديين بالحديث التالي عما تمخض من اجتماعهم مع القادة الدينيين. بمناسبة العزمة الموجودة الآن وإضراب العمال، والاتصال هذا يتيح أن نجد معلومات بالنسبة للحوار بين النقابة وبين الحكومة، وما هي الأسباب الحقيقية لهذا الإضراب وعدم المواصلة في العمل، وما هي نقطة الخلاف، وما هي أسباب وقف كذلك الحوار. نحن نتدخل كرجال دين، لأن ما من مواطن إلا وهو ينتمي إلى دين من الأديان الموجودة في هذا البلد، ونحن نتمتع بهذه الحرية وكذلك بهذا الاطمئنان وبهذا الأمن. لا نريد أن نكون في دوامة مشاكل. تشاد عاشت مشاكل كثيرة، ولكن في هناك حوار وفي هناك نوع من التفاهم، ولكن نحن كرجال دين نريد أن نخلق بين الحكومة وبين النقابة تقارب وتفاهم حتى يصلوا إلى حل هذه المشاكل. هذا ما نتمناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجانبين الحكومة والنقابة للوصول إلى حل لمشاكل الموظفين، وكذلك كل المشاكل اللي هي ما تحمت عقباها. أنا المساكين سمعوا صوتنا وجولنا، وهذا طلبنا منهم يسولوا الضوء ويسولوا لنا فاتحة، وعشان الله يحيي حيالة لهم، حيالة غالية، والخدمين تعبانين. الحكومة قالت الجرس قطار غير شرعي، الديكريت سنة قدر من سيدة، والصنم مش ده هم ذات أجيبه، والصنم تابلوك يا حكومة تاك دريبة بخل آخر تلقى قول قائد، والصنم هم ده أول مرة يشوفه، والصنم قلنا حكومة إن ده 4000 ناس جاي يشولوا قروش ساكت، والصنم إن ده واحد حكومة 10000 ناس جاي يشولوا ساكت قروش، وحكومة ده ما إن ده نية تغيرها. طلبنا من الإمام ولا اختتمت بمدينة فدا حاضرة إقليم إندي غرب أعمال الورشة الإقليمية لصالح نساء الإقليم حول كيفية الاستخدام الأمثل للقروض الصغيرة. كان ذلك بحضور وزير التدريب المهني آدم دانغاي ناكورغيد. إشراق عبد الرحمن. اختتمت فعاليات أعمال المشروع الوزاري في إعداد وتأهيل الشرائح النسوية بإقليمي إندي شرق وغرب فيما يتعلق بالقروض المدعومة من قبل بنك الإسلامي للتنمية. وبهذا الصدد أكد عمدة فدا بوغوميلاشيه بأن هذه الورشة تعطي النساء دفعة قوية للعمل في إعداد الخطة حول خلق مشروعات صغيرة والاستفادة منها محليا، مشيرا إلى أن المشاركات اكتسبن خبرات أهمية المشروعات الصغيرة في زيادة دخل الفرد في تطوير الاقتصاد الوطني. الأمين العام بإقليم فدا إبراهيم بكور دعا المشاركات إلى العمل والاهتمام بمخرجات الورشة التي تعنى بتأهيل المرأة وبناء اقتصادها عبر هذه المشروعات الصغيرة الداعمة للاقتصاد الوطني. من فورماسيون دا سانتونا دا خيرو لينا بلين أنا ذات ندور مرة ويميم شان الويدين ما لقيو والويدين لقيو، لكن عندي رد شمينا الفورماسيون ده باكر ذات كل وقت كان أنتونا ده أنا ذات كل شغل ندور نسوفوغا والربا قدا نقبلون أنتو على حقنا ده نشولو.
أما الأمين العام بوزارة التدريب المهني والمهن الصغيرة محمد اللافوذة بركاي أكد بأن المشاريع الصغيرة تعد شريان الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، علما بأن أعمال الورشة التدريبية للجمعيات النسائية سوف تشمل كافة أقاليم ومدن البلاد. نظمت الإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية والميزانية يوما مفتوحا حول قانون المالية العامة لعام 2018 وكذا الإصلاحات الضريبية. المناسبة رأسها المدير العام للضرائب بحضور ممثل صندوق النقد الدولي في البلاد وبعض النواب البرلمانيين وعمدة بلدية إنجمينة. تقرير محمد حسن آدم. ضمن سلسلة الحملات التوعوية والإخبارية التي تنظمها وزارة المالية والميزانية حول الإصلاحات والتعديلات التي شهدتها الوزارة في هذا العام، حيث نظمت الإدارة العامة للضرائب يوما مفتوحا حول قانون المالية للعام 2018 بهدف السماح لأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة معرفة أهمية الإصلاح الضريبي، لا سيما ضريبة الدخل الفردي والضريبة على القيمة المضافة. افتتحت المناسبة بكلمة ترحيبية للمدير العام للضرائب واندي داسيدي، وبعد ذلك قدم الفنيين والخبراء شرحا مفصلا للإصلاحات التي شملت قطاع الضرائب وأهميتها في تعزيز الدخل وحشد الموارد المالية اللازمة لتسيير الميزانية السنوية للدولة. هذا وكما تخللت المناسبة عدة مداخلات واستفسارات حول القانون المالي وما ترتب عليه من تعديلات في مجال الضرائب، ورد عليها الفنيين وخبراء المحاسبة والمالية والضرائب بشفافية ووضوح. وعلى هامش اختتام أعمال اليوم المفتوح، صرح المدير العام النائب للضرائب الصادق شرف الدين سالم عن أهمية الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة ومساهمة ذلك في انتعاش الاقتصاد الوطني. اليوم ده بنادو جورني بورت اوفيرت، ده إدارة العامة بتاع الضرائب كل ما سنة هو ينظمه يوم ده ليفسر للأوبراتير إيكونوميك القانون البرلمان فوتي، وقبل ما نفسر شغل السوينا أول شيء نشكر الأوبراتير التجار نادينام جو خلوا عملهم وجو لي يعني يصمونا ونصموهم. والجورنال في بورت اوفر ده في شيء واحد خاصة في الريفورم على الاي ار بي بي، في ريفورم على الاي ار بي بي في شيء ثلاثة. زمان يعني معناه الاي ار بي بي ده قاسية، الناس بتبخوا ولا بتبخوا بمشاكل ما يعني ما يقدروا يعرفوا يديكلاري وصعبة، والناس بكفوا زيادة أول دونك لي هسه ده عشان الشيء ثلاثه هو الواحد ده شنو الواحد ده يعني الاي ار بي بي ده بيساعد السالاري الدوغ بلغو معيه ده لي بوفوار ده شحنه بوغمالتي، وده شيء يعني شيء بنشاف. وثانيا الريفورم ده معناه يعني ما بظلم فلان ولا فلان، كل سوا شيء ثلاثه. هنا الريفورم ده هو سهل، الناس بدور مرات بدور اكسبير ولا بكالكيلر اي ار بي بي. لا عندنا زمان عندنا 8 ترانش، وهسه في الريفورم انا هسه ده عندنا 4 ترانش، والاربع ترانش ده سهل تبخينا سهل، والناس حقيقيا الناس ما فهموا. الاول ناس وايدين كده شالوا ودوا قالوا الضرايب بتاع الاي ار بي بي ده زاد ب 20% في 30%، كذب الكلام ده كذب. لذا اليوم فسرناهم وفهموا وهم كلهم شي بلغوا لي الناس اللي بخدموا معاهم، لانه الشيء ده الحاصل ده كذا 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 كذا. دونك لذا انينا جينا لمينا اليوم، يوم ده خاص كما التكنيسيان هنا كلنا لمينا وجينا لامل ده. يرى الكثير من الناس بان المعاقين جسديا ان اعاقتهم تمنعهم من فعل اي شيء مما دعاهم للاعتماد على الاخرين، الا ان المعاق جان ودي كاليبي كان خلاف ذلك، حيث اسس ورشه لصيانة السيارات الخاصة به. الزميل حسن جدة عمر يسلط لنا الضوء على النشاط اليومي لجان وادي كاليبي. جانوي كالبلي ميكانيكي جديد استقبلته الحياة معاقا جسديا، لكنه
لم ييأس لوجود نقص فيه، بل زاده ذلك إرادة وعزيمة ليكشف لبعض الأصحاء أن الإعاقة لا تعني نهاية الحياة. فهذا الميكانيكي الذي ولد بتاريخ 15 من يناير من العام 1971 لم تمنعه حالته من تحقيق طموحه الكبير، فمنذ أكثر من 30 عاما بدأ العمل في مجال صيانة السيارات، ذلك بعد أن أوقف الدراسة عند الصف الأول الثانوي. خدمة الميكانيك ده كنا الدور تمين صغير مش الزمان جانسو ترى الكوب دولا يعني الكوب ده دبل جانسو من ده بس أجبنا اللادي مشيت سجون خليته إيشو ده لنمشي إيشو جي عند الموتير ميكانيك أنا كان أخذ مش ناس قام ده بس لكن أنا كل فاتة بكدنا جانس إذا فاتة أنا زوين دولا إنهم رجلين وما يقدر سؤال جانس إذا جيدين. هذا الميكانيكي البالغ من العمر 47 عاما لم يكن معافى جسديا كما هو في المشهد الذي يحكي أهله بحاله، إلا أنه قطع أحدا مع نفسه أن يتغلب على إعاقته، فمن خلال ورشته الخاصة بصيانة السيارات كون أسرة يعيلها من مردود الورشة ودرب شبابا في مجال صيانة السيارات. شهادات بعض زبائنه تؤكد مدى إبدائه وإلهامه في مجال الميكانيكا. جنوي دا ما كدمي اللي يعرفه بس جنوي يعرفه كدمي ويشي لا يلات بسو ما كدمي وده شغل الشفت دا وجنوي دا وندم وأنا يوم دا كده سويت تبان في دير بنا مو يسلا هناك دا جنوي رسالة من يا على كي ماشة دبانان هناك جابوني هني من ورينتي أنا هني دا ما عندي مشكلة أكتر كايس كدمي أنا ودا أديل أنت غرندفو دا في رندفو دا رسبكتي. أمثاله كسر لم يحظوا بسلامة الجسم، ولكن حسرتهم وخيبتهم كانت عكس عزيمة واجتهاد جانوي. فما هي رسالته لهم؟ دي كبدا ما موتر نظر نشعبه مش الموت انت خلاص كي ميت انت ميت كيف نعم غير حاجة ميت آخرين خدمة أي خدمة ويدورها أنت نفسك لكدمة بس تلقى أنا ما قاني النوم ما فيه فوجر كان مرق ده ساعة تسعة قبل ما نجي بيت. لم يكتفي صاحب الثلاثة أبناء على صيانة السيارات فقط، بل امتد طموحه إلى أن وصل به لمدرسة خاصة بتعليم الفنون الحديثة للميكانيكا قيد التشييد بحارة غازي. تعد التكنولوجيا الحديثة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها كثير من أفراد المجتمع خاصة الشباب، إلا أنها أصبحت المصدر الوحيد لعدد من الشباب الذين يقومون بتصليح وصيانة الأجهزة الإلكترونية. زينب عبد الله عدد الريبورتاج التالي. مع عصر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات نلاحظ أن هناك انتشار واسع لاستخدام الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية، وخاصة استخدام الحاسوب والهواتف النقالة لمواكبة هذا العصر وبلوغ أهداف التنمية في شتى المجالات. كما أن هناك شباب متخصصين في هندسة الحاسوب يعملون الآن في صيانة الأجهزة المختلفة. لدينا شيء وبعدين برا شيء كان لازم نقولي على جميعنا صح. هذا قريت 3 سنين دي ليسانس في مينتنانس الانفورماتيك في هناك كوليج بوليتيكنيك انا مسافر سويت 3 سنين بعد ده استاج في الحمد لله. أما البعض الآخر فهم شباب دخلوا في هذا المجال عبر الهواية والتجارب الخاصة في تصليح الأجهزة الإلكترونية. ما سويت فرنسا لكن براتيك كبس كان نحن نقوى انتي وقت طويل من 2003 وما سويت ماشي فوق كتير ما شاء الله سكرا لقيت فوق قوان كتير براتيك كده بس إردتا وما وعدنا الكيف كيف دول كله أسا كده إردتا ونقدر نخدم مش المشكلة أنا كمامات مش الرئيس دور يبغى يشارش أي شيء وهم مش الحاسة كده ما شاء الله دقيتة وماش أي مش في زميل لو يقص ما أرمى كم غا ويا ما شاء الله مهم دقيتة والله ماني والوالدين كمان
مستخدمي الأجهزة الإلكترونية من ناحيتهم أشادوا بخبرة وكفاءة هؤلاء الشباب ومهارتهم في مجال صيانة وتصليح الحاسوب والهواتف النقالة. لكن حالياً ده تليفون وايد تجيب لهم بالدولار وايد عند قاعد ده تجيب لهم فوتوشوب يس قبل بالدولار كوا قبل قاعد وايدين تجيبه مش ده هو بعرفه بالدولار يورو لك بريو بالدولار كوا قبل قاعد. ونشير إلى أن مثل هذه المهن الحرة تسد من احتياجات الشباب وتفتح فرص العمل لحملات الشهادات أيضاً، وكل من يهوى التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المختلفة في هذا العصر. وصلنا خبر التو بأن الأمين العام لوزارة الصحة العامة تحدث عن الإضراب الذي دعا إليه بعض العاملين في قطاع الصحة. مع الشركان هنا النقابة انت العمال عندنا اتصال يومي أسبوعي وشهري، معناته قبل الإضراب بذاته عندنا كونتاكت معهم ومتفقين في شيء واحد، الإضراب لو حصل السيرفيس القليل المينيموم هو إجباري في الطاقات الصحية في المستشفيات، وهو فوق اللواء قاعد. ده وزارة الصحة تسوي جهودها وسوت جهودها، لأن المستشفيات الأربع الكبار والمستشفيات الديستريكت والمراكز الصحية العشرة هنا الهلة ومستشفيات البريفي فتحت بالسيرفيس مينيموم، واتفقنا لأن في السيرفيس مينيموم ده الإداريين هنا الصحة والإداريين هنا النقابة يتصلوا يتفقوا في أهميات الصحة المقدمينها في السيرفيس مينيموم، وده عمل نورمال وهو إجباري في أي تقاطع صحي في تشاد. بعدين وزارة الصحة ما سدت المجال، ما سكرت المجال هنا الحوار مع، لكن نقوله ما منقبله إضراب جاف، يعني هنا عندنا الأولوية والحق نفتح المراكز الصحية والمستشفيات للسكان في أي حالة، وده ندوا الإمكانيات، ندوا الأدوية وندوا العمال اللي بخدمه في السيرفيس مينيموم. السيرفيس مينيموم هو اتفاقية مكتوبة ومسجلة، لو حصل الإضراب الجاف أننا عندنا أكت أوفيسيال هو الريكزيسيون، نجبر عمال الصحة أن يجوا يخدموا للسكان عشان الاستركتين تكون فاتحة، وده القانون هو قاعد ما بنجيبه ما أول مرة. الحكومة تدي الدروة أنا السيتوايين يعالجوا وتحفظ للصحة والأمن فوق المراكز الصحية وفي المستشفيات. نظم المعهد الفرنسي للتدريب والتنمية لقاء انضم العديد من الذين تدربوا فيه، وخلال المناسبة تم عرض بعض الأعمال والتدريبات في برنامج سيفوب. تقرير محمود موسى الفيل. تلعب الدورات والسيمينارات التدريبية دورا هاما في رفع وتعزيز قدرات العاملين بمختلف القطاعات العامة والخاصة بالبلاد، وعليه جاء هذا اللقاء الذي نظم من قبل المعهد الفرنسي للتدريب والتنمية سيفوب بالتنسيق مع مؤسسة أيكان ماكسويل
اللقاء جمع عددا من الذين تلقوا تدريبات ببرنامج سيفوب في الأعوام السابقة مع المدربين في معهد التدريب للتنمية. لمن اللي ننتو ناس الماشو سيفوب ليو فورماسيون من 2000 يا اليوم ننتم فكرنا سيفوب كي كيف يدور أكاديمي في سنة 2018 وكي كيف أمم زاتا يدورو. يجو لي ريسبونسابل ولا الناس القايدين في جنبهم اللي يمشوا سو فورماسيون. هذا وشهد اللقاء عرضا من قبل المدير العام للمعهد جيل ديغارد لبعض الاعمال والتدريبات التي تلقوها المتدربون في العديد من المجالات بالدول المختلفه كاداره المشاريع واداره الموارد البشريه واصلاح المؤسسات وكذا التنميه المستدامه، بالاضافه الى فنون السكرتاريه والمراسم والحاسوب والماليه. هذا وفي نهاية اللقاء تداخل عدد من الحضور وبخاصة المتدربين القدامى بأسئلة واستفسارات وتعقيبات حول التدريب في بعض القطاعات الهامة بالبلاد كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية فضلا عن المجالات الحيوية. وفي رد لكل التساؤلات أكد المدير العام للمعهد بأنهم مستعدون لتدريب كوادر في شتى التخصصات وعلى حسب الحوجة، وأضاف بأن المعهد منذ تأسيسه قام بتدريب العديد من كوادر الدول الإفريقية سعيا منه في المساهمة إلى بناء القدرات وتعزيز الكفاءات للنهوض بكافة المجالات بغية تحقيق الأهداف المنشودة. قامت بلدية فيا بحملة شملت محلات بيع المواد الغذائية، حيث تم مصادرة عدد كبير من المواد المنتهية الصلاحية بالأسواق والمحلات التجارية. وقال عمدة بلدية فيا فرانكيا بكر بأن الجهود المبذولة من قبل البلدية ترمي إلى محاربة انتشار هذه السلع الضارة التي يستوردها التجار من الدول المجاورة وإدخالها في السوق دون مراعاة ظروف المستهلكين. إقليم بركوت توزيع شهادات لحفظة كتاب الله، وذلك بحضور حاكم الإقليم وعدد كبير من رجال الدين. تقرير عبد الله إبراهيم وقراءة سعيد أحمد. القرآن الكريم سلسلة من الذهب لا ينقطع وصلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وخير شاهد على ذلك الدفعات الحافظة لكتاب الله العزيز التي تخرج من حين لآخر دون توقف. وهذا ما جرى بخلوة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شهدت حفل تخريج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عدة كلمات قيلت معبرة عن أهمية القرآن وتحفيظه لاحتوائه على كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، وذلك مصداقا لقوله تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. أما ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة فيا الشيخ عبد الرحيم يحيى وجه نداء يدعو فيه جميع المسلمين بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله لأنهما منبع السلام والتعايش السلمي، وختاما بكلمة حاكم إقليم بركو داود حمد بشير أثنى فيها على جهود المشايخ وحفظة كتاب الله والأئمة والدعاء في تنمية المجتمعات والرقي بها. ومما يجدر ذكره أن عدد الحفاظ في هذه الدفعة 60 حافظا وفقهم الله إلى العمل بما حفظوه من آيات ومعان لا تقدر بثمن. رياضيا التقى فريق الشرطة الوطنية مع فريق القوات البرية في مباراة دوري كرة القدم الأول للجيش والوحدات. تقرير عباس أبكر مصطفى. المواجهة الأولى لفريق القوات البرية والثانية لفريق الشرطة الوطنية في دوري كرة القدم للجيش والوحدات الداعمة للجيش، مباراة كانت صعبة لفريق القوات البرية المعروف بإيمات نسبة لعدم استعدادهم معنويا، إلا أنهم قد أبرزوا ما بوسعهم لتسيير الكرة رغم سيطرة فريق الشرطة الوطنية على مجريات المباراة، مما ساعدهم على تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول. أما الجزء الثاني من المباراة اندفع فيه لاعبو القوات البرية بكيل من الهجمات على مرمى فريق الشرطة الوطنية الذي ظل صامدا وصائما عن الأهداف، مما أدى إلى انقلاب الموازين لصالح فريق الشرطة الوطنية الذي بدأ الهجوم العكسي أثمر عن تسجيل هدفين. مباراة لعب فيها فريق القوات البرية بعشر مقابل 11 نتيجة لخطأ ارتكبه لاعب فريق القوات البرية، لتنتهي المباراة بخسارة فريق القوات البرية بصفر مقابل 4 أهداف
لصالح فريق الشرطة الوطنية. عقب نهاية المباراة فقد أفاد مدرب فريق القوات البرية عن سبب خسارتهم. مالك وقت ما تم وقتنا قصير للشامبيون انا ميليتير ده وانا كل انجاجيكم انا كل ميليتير انا انجاجيم ده بس ما قدرنا كترافاي جوسكا نيفو وايد وان شاء الله في الافينير في يوم اخر ماتش اخر ده ما بي فير ميو. تبقى الاشاره الى ان فريق القوات البريه حديث الاهد وفريق الشرطه الوطنيه متمرس وذو خبره. بهذا التقرير الرياضي ننهي معكم هذه النشره، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.